حلقة خاصة ومكان مختلف وضيف مميز وموضوع مهم. الحقيقة احنا النهاردة ضيوف عند دكتور عادل حسني في عيادات دكتور عادل حسني، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الحقيقة احنا متعودين لما بيكون لقاء مع دكتور عادل بيبقى اكيد في موضوع مهم يخص التجميل. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بيعاني منها الكثير والكثير من السيدات، وهي التجاعيد وشيخوخة البشرة. بيعاني منها كتير جدا من السيدات، وخصوصا لو كان السيدات دول في نقدر نقول سن مبكرة. النهاردة هنتكلم عن تقنية الثيراماج، تقنية آمنة وفعالة جدا. طبعا اللي هيكلمنا عن هذه التقنية دكتور عادل حسني اللي احنا ضيوفه النهاردة. خلونا نرحب بدكتور عادل حسني استشاري التجميل وعضو الجمعية العالمية للتجميل. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومنورنا النهاردة. دكتور النهاردة انا مش هسأل عن اي حاجة، لان انا من اول ما دخلت شايفة يعني حاجات جميلة، ناس كتيرة بتسأل عن التقنية دي، فواضح ان ليها اثر كبير جدا. وكمان المميز في حلقة النهاردة ان احنا معانا حالة وهنشتغل عليها مباشرة على طول. هنتكلم عن ثيراماج. ايه هو الثيراماج وايه هي التقنية دي؟ الثيراماج ده جهاز كان يعني ابتكروه من فترة، لكن هم جددوا فيه. تمام. الجهاز ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل تسخين لطبقات الجلد، وبنشتغل بيه على حالات شد الجلد. تمام. الحالات اللي بيحصل لها ترهلات في منطقة الوجه، تحت الرقبة، حوالين الجفون بتاعت العين، وساعات في اماكن معينة من الجسم. ده بنشتغل بيه، ميزته ان هو في جلسة واحدة بس بيدي النتيجة. بتستمر نتيجة معاها من 3-5 سنين كمان. ففي ستات كتيرة قوي وناس كتيرة بيحبها ونتائج الممتدة. صحيح. مشكلته أو ميزته الجميلة إن هو مفيهوش أي وجع، مفيش أي تخدير، زي ما نشوف على الحالة دلوقتي. الحالة قاعدة من غير حتى كريم تخدير موضعي ولا حاجة. صحيح. هو بيشتغل بخاصية حاجة اسمها راديو فريكوانسي، أو حاجة اسمها مونوبولر راديو فريكوانسي. هو اختراع أمريكي بيعتمد على حاجات في الجهاز اسمها التيب بتاعت الجهاز، ودي بتولد عدد نبضات. صحيح. بيختلف بقى كل تيب بعدد النبضات اللي احنا محتاجينها. يعني في وش زي ده بس احنا ممكن نحتاج 600 نبضة. تمام. ممكن نحتاج لو احنا عملنا الوش بالرقبة بالجفون كمان زي احنا شايفين كده هتحتاج حوالي 900 نبضة. تمام. النبضات دي بتولد درجة حرارة عالية جدا تحت سطح الجلد، توصل كان دلوقتي توصل 55 درجة مئوية، دلوقتي بتوصل 65 درجة مئوية. يعني عدد النبضات بيختلف على حسب المنطقة يا دكتور، ولا حسب الحالة وعلى حسب الحالة كمان. تمام. يعني الحالة لو درجة التجاعيد فيها وترهلات فيها عالية شوية فبنحتاج عدد نبضات أعلى. كل طبعا ما تزيد عدد النبضات تبقى خير وبركة. تمام. لكن لو في أماكن صغيرة في الوش، يعني في ستات عايزة تعمل النص تحتاني، يعني مثلا عندها ترهلات في المنطقة دي هي الجو لاين اللي هنا، وفي بيحصل ترهلات في الجلد في المنطقة دي. فاحنا بنعمل من اول الخطين اللي هنا بنسميه المارينوت لاين، فبنمشي على المنطقة دي بس وبناخد الرقبة معاها. فدي بتحتاج مثلا 450 نبض. فهتعمل ايه طيب؟ علشان هي مش هتحتاج كمية دي، وحرام انها تعمل الوش كله وتدفع ازيد. فبنجيب، هي بتجيب يا اما واحده صاحبتها، يا اما تجيب حد من قرايبها او كده. حلو. او احنا بنوفر، لا يعني بيشيروا في عدد نبضات، فكل واحده بتاخد 450. حلو جدا. فبتبقى اوفر لها وبتاخد نفس النتيجه، بدل مش هتاخد كل الفيس او كل الوش. فهناخد منطقه واحده منه فنقدر نمانج الموضوع مع بعض. الميزه ان دي جلسه واحده بس، والجلسه الواحده دي بتعمل كونتور للوش. هو برضو الناس لازم تفرق بين ده وبين جراحة شد الوش. هو مش بيشد الوش زي الجراحة، لكن هو بيعمل تحديد للتشكيل. تمام. أو تحديد للملامح. يعني زي ما قلنا كده الخط ده بيتحدد. الجلد اللي مترهل في المنطقة دي بيشد كده. تمام. اللي حوالين العين الجفن ده بيترفع، والجفن اللي تحت طبعا بيتشد. بس إذا كان الجفون دي فيها دهون، يعني الجفن ده ممكن نلاقيه في كيس دهني هنا. تمام. والجفن اللي تحت ده بيبقى فيه تكيس وكياس دهنية، فدي بتحتاج طبعا جراحة أو ندوب الدهون اللي موجودة هنا، وبعد كده نشتغل بالجهاز. برضو منطقة اللغد ساعات في رجالة كتير أو ستات بيبقى عندهم. تمام. منطقة هنا دهون أسفل الدقن. الدهون دي لازم نفضيها الاول، بعد كده نشيل الترهل بالجهاز ده. تمام. الميزه برضو في الجهاز ده ان هو نتيجته بتتاخر شويه، بعد الجلسه بتلاقي نتيجه، لكن مش دي النتيجه النهائيه. النتيجه. تمام. النهائيه من شهرين لست شهور. حلو. بتقعد يتفاعل كده. تمام. وبعد كده بعد ما يبني الانسجه ويكون الكولاجين اللي احنا عايزينه والالياف تتماسك في بعض،
بيبتدي النتيجه بقى تستمر معاها عدد السنين اللي قلت لك من 3 ل 5 سنين. طب دكتور، يعني حضرتك قلت ان هو نتيجه الثيراماج بتستمر من 3 ل 5 سنين، معنى كده ان هو مش بس بيعالج، احنا عارفين ان اساس نضاره البشره تقريبا الكولاجين، فهو بيبقى ليه دور في تحفيز الكولاجين بتاع هو البشره. هو بنشبه الكونسبت زي حته ستيك كده او حته لحمه نحطها على النار. طيب. حته اللحمه مفروده كده او البرجر مفرود كبير كده، تحطيه بينكمش ويجمد وينشف، فدي هي دي الفكره. يعني في ستات تقول لي هو الجلد هيروح فين لما بيتشد؟ لا، هو بينكمش بعضه، بيحصل شرينك للجلد، ان الالياف بتتماسك زي حته الستيك اللي على النار وتمسك في بعض وتبقى ناشفه وتبقى فيرم او تايت، فالجلد بيتماسك في بعض وبيرجع زي الاول، لان الجلد الالياف بتاعته بتفك من بعض كده، الكونكتيف النسيج الضامي اللي ماسك الجلد برضه بيبقى لوز وارجلر، فاحنا بيعيد تماسك الجلد مره ثانيه. تمام. فاحنا بنقول يانجر لوك 15 سنه، يعني اقل من سنك هتباني. اقل من سنك ب 15 سنه في جلسه حلو واحده. حلو جدا جدا. دي الميزه. السيفتي بتاعت الجهاز دي عاليه جدا. الافكاسي بتاعه بتختلف طبعا، يعني تمام. النتيجه بتختلف من حاله للتانيه، مش عايزين ننكر ده او نزود الاكسبكتيشن او التوقعات، في كل حاله بتختلف عن التانيه. الميزه في الحالات ان هي برضو نختار الايدج جروب المناسب. تمام. ونختار الحالات اللي فيها الميديكال هيستوري او التاريخ الطبي بتاعها ما يكونش عندها مشاكل. صحيح. فلازم نسلكت الكيس علشان نختار الحاله اللي ممكن نلاقي يعني لها معنى كده ان في حالات ممكن تبقى في سيفير طبعا ترهل قوي جدا عالي جدا مش هنقدر نعمل بالجهاز طبعا، ممكن تمام. تحتاج جراحه شد وش او ايدج كبير شويه، فما نقدرش برضه نعمل فيه ثرماجي لان هو توليد الكولاجين والفايبرز خلاص، يعني فقد الكولاجين. تمام. حصل فقد الكولاجين مش هنقدر نديها النتيجه اللي هي عايزاها، يعني ننصح بحاجه ثانيه غير الفرماج او بتكنيك تاني او جراحي طبعا. دكتور الحقيقه انا شايفه الحاله اللي معانا شيماء يعني سنها صغير، معنى كده ان الفرماج الايدج جروب من 25 ل 55 ده الايدج جروب اللي احنا بنختاره، وده بيدي نتيجه احسن طبعا. ممكن تبقى حالات اكتر من 55. تمام. بس اندبندز على هي بقى معتنيه ببشرتها قبل كده والكولاجين عندها كويس وظريف، فاحنا نقدر نديها النتيجه اللي هي عايزاها. لكن هي في سن صغير لكن ما تلاقيش فيها كولاجين خالص، واحده عامله مثلا عمليه جراحه معده للتخسيس فخست وفقدت كل الدهون والميه والالياف بتاعتها، فابتدت بقى سيفير كيس برضه ما نقدرش نديها النتيجه اللي هي عايزاها. فهي بتعتمد على شكل الوش قبل ما نعتمد برضه على الايدج جروب او العمر بتاع الحال. تمام. دكتور في بقى حالات حضرتك قلت ان النتيجه بتظهر تقريبا من جلسه واحده او ممكن نتخلص من كل مشاكل البشره من جلسه واحده، في حالات بتحتاج لعدد جلسات معين ولا لا كل هي حالات جلسه واحده وما نقدرش نعيد الجلسه قبل سنه، يعني كمان مش ريكومند لان هي النتيجه بتبان بعد في خلال 6 شهور. تمام. فلازم تستني النتيجه النهائيه ما نقدرش تحددي. تمام. فبعد سنه في حالات بتطلب، يعني بتخاف تستنى فوشها يرجع تاني فبتطلب انها تعيده تاني، ويعني ده اللي مشجعنا ان احنا طبعا اتكلمنا عليه قبل كده من كام سنه، لكن دلوقتي ان الحالات اللي رجعنا للقصه السرماج ان الحالات حابه قوي الجهاز اللي جربته من 3 سنين وشافت افكت كويس، فالاقبال عليه زايد وكلموا بعض وكلموا اصحابهم، فاحنا قلنا نتكلم على التكنيك ده تاني لان احنا شفنا النتائج طبعا. فالنتائج طبعا تبان بعد فتره، فلما لقينا النتائج مشجعه جدا والناس حباه ونسبه الرضا عاليه جدا، فحبينا نتكلم عليه تاني كتكنيك مش جراحي مش مؤلم ما فيهوش اي مشاكل. وزي ما الدكتوره كده هتورينا هي بتعمل الشارت وممكن هي كمان تورينا ازاي بنشتغل على الجهاز بالتكنيك بتاعه. دكتور انا سالت حضرتك قبل ما نبدا عن انه انا شفت في حاجات تانية اما بنتكلم عن البشره بيبقى مجرد مارك، انما هنا عند شيماء كانها رسمه فيها حروف فيها ارقام، في رسمه صغيره شويه ومربعات كبيره شويه، دي ليها تاثير او ليها علاقه بالجهاز اللي بنشتغل بيه؟ بنعتمد على الديستريبيوشن التوزيع بتاع البلصات النبضات على الجهاز. زي ما هتورينا كده هي بتبدا من ايه وبنعمل الشارت الرسومات والحروف دي المناطق اللي احنا نزود فيها عدد النبضات. تمام. فدي المنطقه اللي احنا هنزود فيها عدد النبضات اكتر منطقه ثانيه. يعني هي عندها مثلا ترهل في المنطقه دي زي ما احنا شايفين، احنا دلوقتي دي التيب بتاعت الجهاز اللي بتولد النبضات. احنا بنعمل الشارت ده وبنحدد المنطقه اللي هي هنعمل عليها المنطقه مثلا دي الجو لاين في المنطقه دي، فبنحدد على كل مربع
بندوس بالتيب بتولد النبضه اللي احنا عايزينها. الميزه في الجهاز ان هو السكرين بتاعت الجهاز وانس ان النبضه حققت الهدف بتاعها اتس اوكي ات ويل باس، يعني بتعدي النبضه وبتتحسب. يعني زي احنا دلوقتي مشغلين تيب 900 نبضه مفيش نبضات هتروح في الهواء، هي بس لازم تاخد تاثيرها بعدين تاثيرها لو جابت تاثيرها تتحسب النبضه للحاله. لو تاثيرها ما جاش ومش ما جاتش في التارجت اللي احنا عايزينه ما ولدتش الحراره اللي احنا عايزينها وبان تاثيرها الجهاز ما يحسبهاش يديك ايرور. طب ده كويس جدا وتعيديها تاني علشان تاخد التاثير والحراره المولده من النبضه تبقى مسمعه في الجهاز وتحسب. يعني هو يعني فيري كمبيوترايزد ومتسيستم كويس جدا بحيث ان الحاله تاخد البنفيت اللي هي محتاجاها. طب اسال شيماء، شيماء انت حاسه باي الم؟ انا حاسه ان الموضوع عادي جدا خالص، مفيش اي الم. طب دكتور يعني شيماء مثلا بعد الجلسه محتاجه في مثلا نقدر نقول كريمات معينه او اسلوب تلتزم بيه لوقت معين، عدم تعرض للشمس او الحاجات لا دي؟ لا خالص خالص، يعني الوش حتى ما بيحمرش بعد الجلسه وحتى ما حطناش بنج، حطينا لك بنج على وشك يا شيماء؟ لا انا شايفه مفيش حتى كريم تخدير، هو حتى ممنوع ان تحطي كريم تخدير لان هي لازم تحس بالنبضه. يعني الدكتوره هي بتحط لها، الدكتوره ليديا، ويشغلها على الجهاز بتقول لها انت حاسه بحراره عاليه ولا مستحمله؟ تمام. لو هي مستحمله الحراره بتحمل حراره فاحنا بنعلي كمان بتاخد درجه حراره اعلى. لكن لو هي مش مستحمله بنقلل طبعا درجه الحراره، فاحنا بنمانج مع الحاله. فالحاله ما بنحطلهاش تخدير عشان هي تحس، ما بنحطش تخدير عشان ما تحسش بالحراره وتتعب بعد كده، لا يعني لازم تبقى في تبقى رياكتيف معانا الحاله يعني. طب دكتور الحقيقه انا كنت شفت يعني من اكتر المشاكل اللي بنعاني منها الحقيقه موضوع الخطوط الدقيقه قوي اللي بتكون تحت العين، وانا شايفه عن شيماء احنا محدد لها يعني نقط صغيره كده تحت العين كده. الجهاز بينفع للحاجات دي؟ ما انا زي ما قلنا كده، يعني الجفون اللي ساقطه شويه واللي فيها تجاعيد دي طبعا في تبل الجهاز تبقى صغيره جدا، فبنعملها حوالين الجفون العلويه والسفليه زي ما قلت لك ما يكونش فيها بس اي باجز او فيها دهون متراكمه، فدي بنحتاج ان احنا نشيل الدهون. تمام. لكن هو في كل اماكن، واحنا لنا برضو تيب للبادي للجسم. للجسم يعني عندنا الترهلات الموجوده في الدراعين بين الفخذين، البطن بعد الولاده بتبقى فيها شويه رينكلز كده او تجاعيد، الجهاز يعني ده يعني ممكن نستخدمه في تشكيل الجسم، مش بيشد البطن برضو الترهل بتاع البطن كده لا هو بيشد الجلد نفسه اللي هو بيبقى فيه درجه ترهل. تمام. النتائج بتاعته بتبقى يعني مرضيه لحد كبير والحاله بتبقى فيري ساتسفايد، راضيه جدا بعد فتره من الزمن بتحس ان في تقدم معاها. طبعا احنا بننصح بقى بكريمات الليل والنهار او تاخد الفيتامينز الحقن دي عشان تحافظ على النتائج بعد كده عشان تستمر مع النتائج، لكن بقى تفضل تزيد في الوزن وتضعف وزي ما بنقول كده مش محافظه على نفسها كمان في العنايه بالبشره، طبعا ده بيقلل العمر بتاع الجلسه. الجلسه احنا بنقول 3 أو 5 سنين مش معناها ان انت بقى هتعملي اللي انت عايزاه. تمام. لا تحافظي على وزنك تبقى ثابت، ده مش تتخني وتتخسي والكلام ده، حافظي على بشرتك، وقايه من الشمس، التعليمات اللي احنا عارفينها دي في الوقايه والعنايه بالبشره. طب دكتور خلينا نتكلم شويه عن الامان في الجهاز، حضرتك قلت انه امن جدا، واحنا الحقيقه متعودين من حضرتك دكتور عادل ان بندور على الاحدث الافضل والامن والتقنيه اللي بتكون فاعله. عايزين نتكلم عن الجهاز نفسه، ايه الامان فيه وايه اللي بيميزه عن الجراحات التانيه؟ لا هو يعني ده فرق برضو بين الجراحه، الجراحه دي برضو لها مشاكلها، يعني في الوش مثلا واحده يعني تعرضت لخط هنا، احنا برضو عندنا في الشرق الاوسط جلدنا مشكلته انه بيعلم. صحيح. يعني واحده راستها ناموسه حكت كده بتعلم عندها وتبقى مشكله، فالجلد العربي وبتاع الميدل ايست دي مشكلته في كده. فانت لو عملتي جراحات وندبات فمش هتسيب الندبات حوالين ودنك ورا ودنك، وممكن تعمل مشاكل طبعا. صحيح. الجراحات في الاعصاب، التخدير الكلي له مشاكل، احنا ساعات بنعمل شد بتخدير موضعي، بس ساعات في ستات ما بتحبش الندبات. في الحالات المتوسطه والخفيفه طبعا الجهاز ده بيبقى هايل فيه. تمام. في الحالات السبير طبعا ساعات بنلجا للشد، لكن احنا بنبعد عن مشاكل الجراحه في الوش بالذات.
يعني في الوش دلوقتي بطلنا نعمل جراحه. ناس كتير بتخاف من الجراحه الحقيقه، يعني جراحات الجسم الشفط والشد والكد دي اوكي okay. بس دي اسمها هيدن سكارز يعني جراحات بتبقى مدريه شويه تمام. وبنحب برضو الجراحات اللي تبقى علامات الجراحه فيها تبقى مخفيه تمام. يعني علامات اللي هي في الاسفل البطن تبقى فيه ندبه دي مش باينه، في الثدي مثلا يبقى فيه جراحه في البريست من تحت مش باينه، فدي الحاجات اللي احنا بنقدر نعمل تمام. لكن جراحه مثلا في الارمز بطلنا نعمل شد الدراعات يعني ان الشد ده عندنا برضو في الميدل ايست الجلد بتاعنا بيعلم، ما وقفنا موضوع شد الجراحه شد دراعين مثلا فبنلجأ برضو الوسائل زي دي ان احنا نشد الدراع من دون جراحه، فدي دي الميزه ان انت بتلجئي لوسائل تانية كتيره بس ما تلجئيش اخر حاجه تلجئي لها انك تمسكي مشرط وتعملي جراحه تمام. دكتور خلينا نتكلم بقى يعني وقت الجلسه بيكون في وقت محدد للجلسه ولا ده بيختلف على حسب الحاله اللي قدامنا؟ على حسب عدد النبضات اللي بتتب يعني تيب 600 مثلا بتاخد ساعه، تيب 900 نبضه بتاخد حوالي ساعه ونص تمام. ده دي كل اللي تقدر تقعد فيه ساعة ونص في جلسة، بس بتطلع بعد الجلسة هتطلع هتحس بفرق كويس قوي تمام. وبعد في خلال شهرين بتحس ان الدنيا وصلت 60% من النتيجة، وست شهور تبقى النتيجة اكتملت وتبقى ده ان شاء حلو الله جدا. سعيدة دكتور الثيراماج بس للسيدات ولا الرجال لا كمان؟ لا لا طبعا امبارح كان عندنا اثنين رجاله وعملوا حلو جدا يعني طبعا طبعا للرجاله هايل طبعا، خصوصا منطقه الرقبه والدقن اي ما مشكله في ترهلات الجلد او تحفيز الكولاجين او ريشيب كونتور للوش اللي هو تشكيل الملامح طبعا رجاله وستات طبعا تمام. طب دكتور خلينا نتكلم بقى عن نوعيه الجهاز نفسه بتختلف؟ لا هو نوعيه واحده هو جهاز امريكي الثرماج، وده معروف ان هو جهاز نجمات هوليوود يعني ده الستارز جهاز معمول للستارز هو كان سعره عالي شويه في زمان دلوقتي قللوه شويه فبقى سعره اكسبتد في العالم كله وسعره موحد على فكره في كل انحاء العالم يعني هنا وفي بره نفس السعر. هي الميزه ان هو جلسه واحده، فانت لو حسبت تكلفه انك تعملي كذا جلسه باجهزه تانية او تعملي كذا حقنه هتلاقي في الاخر ذا سيم كوست نفس الموضوع بالظبط. طب حضرتك بقى قلت انه الجهاز كان غالي شويه، طب بالنسبه لاسعار الجلسات نفسها لا انا يعني هتتحدد على حسب نبضات الجهاز وعلى حسب زي ما قلت لك اللي هي محتاجه عدد اقل فممكن نعمل شير مشاركه مع حد تاني فتاخد نفس النتيجه بس بتبقى فلوس اقل نص الثمن تقريبا كل واحده تمام. أحسن. دكتور خليني بقى اسال حضرتك عن يعني بعد مثلا انا بعد سنه حسيت ان في مشكله تانية غير مشكله التجاعيد مثلا، يعني مثلا حصل لي ندبات انا ممكن اعالج الندبات دي وانا عامله ثيراماج؟ طبعا احنا بنعمل حقن، مثلا امبارح كان في راجل عملناه له وبعد كده اخذ حقن النضاره وعمل تقريبا بلازما اللي هي البي ار بي علشان هو كان واخد ياخده قبل كده فعملناه له بعد الجلسه مباشره يعني تمام. فعملنا كل ده في يوم واحد يعني وبعدين في حاجه اسمها كومباين تريتمنت يعني انت بتعملي حاجه مع حاجه بدي نتيجه مضاعفه يعني احنا مش بنعتمد على حاجه واحده في التجميل دلوقتي تمام. يعني سي احنا بنعمل بلازما بنعمل معاه الجهاز ده بنعمل معاه خيوط يعني الكومباين تريتمنت في كل الدنيا ماشي دلوقتي اكتر يعني في التجميل 1 زائد 1 مش 2 1 زائد 1 يساوي 11 12 النتيجه بتبقى مضاعفه قوي يعني بتعملي حاجه مع حاجه ثانيه بتبقى نتيجه اقوى بكتير تمام. فدي اللي احنا بنعمله حتى من زمان اللي هو الكومباين تريتمنت ماشيين عليه تمام. يعني يا دكتور ممكن حاله تيجي لحضرتك تقول لحضرتك انا عايزه اعمل ثيراماج بس حضرتك تقول لها حضرتك محتاجه، وطبعا حاله سواء رجل او ست طبعا محتاجه ثيراماج مع حاجه تانية تساعد طبعًا. او ممكن نقول لها لا ثيراماج ما ينفعش معاكي وناخد حاجه تانية طبعا طبعا ده بيحصل طبعا احنا عندنا جهاز كمبيوتر وبيشوف بقى الجلد كمان السيفيريتي بتاعه الالاستيتي المرونه بتاعه الجلد درجه الترطيب اللي في الجلد ايه، وساعات بنحط لها مرطبات قويه في الجلد ساعات الجلد بتاعها بيبقى محتاج ترطيب قوي فبنحط بقى الحقن اللي هي بترطب او نعمل البلازما مع الثرماج الاثنين مع بعض يبقى كومباين تريتمنت مع بعض. ساعات نلجا للبوتوكس برضو اذا كان عندها تجاعيد كتير هنا او حوالين الحاجبين فنخلي العضله تشتغلش نريح العضله فتلاقي المنظر كله بقى احسن وكده يعني. فدي حاجه من ضمن حاجات
تجميليه بتساعد على تحفيز الكولاجين. تمام. دي من الوسائل اللي احنا بنستخدمها. تمام. لكن هي مش الوسيله الوحيده. لا، في حالات بنقول لها في كذا حاجه مع بعض. زي في حاله عندي يمكن ما شفتوها دلوقتي، عندها مثلا ندبات في وشها، فهنعمل جلسات ليزر، بس هنعمل تاني حاجات تقشيريه تخلي الحاله احسن، تخلي النتيجه افضل، وهكذا. دكتور، احنا كنا سعداء جدا جدا بوجودنا مع حضرتك النهارده، واتبسطنا جدا من يعني الحلقه دي، لكن للاسف وقت الفقره مع حضرتك انتهى. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل حسني، استشاري التجميل وعضو الجمعيه العالميه للتجميل، وبشكر حضرتك، واكيد بنشكر حضرتك بالتحديد على ضيافتك لينا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. شرفتونا، ميرسي جدا.